الله مديرا، حكمنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن اليهود والأمريكان تغر في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب. إنك يا ربنا بالمرصاد، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم فرق أساطيرهم، اللهم انزل غضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فلا عين تراك ولا يد تصب عليك يا أرحم الراحمين. اللهم الرحمن الرحيم مسبب الأكبار، يبنى وهو شديد العقاب، الذين أضلتهم حتى لا يعرفون الباب. اللهم يا مفتح الأبواب، يا ميسر الأمور، يا أرحم الراحمين. اللهم إننا معترفون بذنوبنا، اللهم معترفون بأخطائنا يا رب العالمين. اللهم اشتد الغضب ولا مخرج إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اشتد الغضب ولا مخرج إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقه من بعده تبارك معصوما. لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مسرودا ولا محروما، فاصطالحنا لصالحنا ومقصرنا لعملنا ومسيئنا لمحسننا، فان لم يكن بنا محسن فارنا جميعا الى ساعه رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه يا رب العالمين، وعليك الجد والسكران، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاثبتنا اليك مفتونين، ولا خسائر ولا مفسدين يا ارحم الراحمين. ثمية القول الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين، اهديك يا الله محمد. الله